شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا طورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا أسألكم هنا جديد تأصفاتكم يا دين سلو إلو يبقى وكال جهازي وبنامكم الحمد لله دينت سفركم لا قاتل هل مرين بقول بعض قادم سياشن بعض قادم بقول بعض قادم كنتم بعض قادم لحدن بعض قادم ساسمع ساسمع الوقت من مقادم لكن حيسيجي إذا نخلي أركي بسرد المسائل في خلاف كي علوم هذا بيجري أصلت المسائل وحيون نقول وحنا كذا نيس أما لو دايمين أيوه ما لعق با مسا لعق ما هدير لغان ديال لعق ويانا حرام بين قرن الربيتين كنت شريب با لو دايمين لحدا نوالا عقات دايم براتي رباوي وحنا كذا نيس هدوسا لعق هين أو منفعتها هي أما السالفي سايتاي وحد كذا نيس واه انت على هذا ذكرت منفعه يا مالكوا قيموا ليه قيموا هنا حالها الدين يا كاشا قف الدين كاغا غدن يا بيها بقول يا طول هذا كاغا غدو كي كاش كا انا بقول كاغا غداي وين هو كرتا بدي عب اما منفعه قيمه هذو بقول دغنتا لما بقول واتسين كرتا صدرت بعلومة أنه حيسكوها يا هدى تلفوننا السيد وضبا وحال لأيب سلو كار كان لأيب سلو بقول كي يكون كي يلوي يكون كي يشمت بقولة ما اللعق با لأيب ستي مثل سيرفس با لأيب ستي أما منفع لأيب ستي بسرعة وحاسوه قرية سفاريكم ديلاس كارل كان كسو قاطة كدي من الضدك كسي قرأ بقول كي بقول ما يكاغا قدن سوما يجب ما بقول بالا يغسو قدن بقول وحنا ما بالا يغسو قدن وحنا لغا يغسو قدن وحا يسو قدن لعاها دو يهي ربا ويدي وحا بقول ما يساقاشن يشان ساقاشن يتدوا كسو قدن ربا يبقل لعاك بقول شيرنا بو ساقاشن كسو بدشي كار كدتن كاقاتا يما قالوا يجا كبحا تولو يجا مركو تغا بقول كو بقول يتوبا نسي يصنو waxaa lagu darsadaa 100 lacag lacag ma lagu gali karaa ribeynta waxa soo masaayib ka dhatan kiriya ma aha kuwa dhan baa isku wada xiran hadii hadhow shirkad telecommunication shirkada aad gadanayso qiimaha ay ku fadhiday inta faa'iido lagu saarto ka badan ma laga gadi karaa shirkaydu $10,000 baa ku lahaa shirkadu si fiican bay u kacaysaa 15,000 ma kaaga gadan karaa waxay ka dhigan tahay sheerarka shirkadda telecommunication-ka ay ma lacag baan gadanayaa sida xawaaladihii xawaaladuhu lagaagama gadan karaa lacag ka badan sheerka inta bitiin waayo waa lacag iyo lacagna lacag ka badan jinsigeeda lagu gadi karo intii mar uu gadi karaa tan hadaan iraano khidmad iyo service baa la gadanayaa خدمته قالنا وين نكون كرتا قيمة أصل كلية كبر ما موجة كرا إنما هو واحد بتوم كقيمة كناس وقعدني بعد كم مرة قيمة كبر موجة لنا لما ده دكان يسكو حيجة بارسكو يكو جدي ما كان لعبته قصة قاتي إنه سعاش أن يشان قصة قاتو بقول موجة كرا بقول إنه هو قاتو بقول يترى موجة كرا تنا سيفس كنت نقول لك بي هدي عن قاضي يورا كاش محرين دينتي اللي احنا ولا ايه قد كرابه النقل ورطا اللبضة عن فتوى علمه يسوه تشيرانه اللي مانه وداده يزدوه صحة تدار اكتار من نحوذ الله الربا واعي من نحوذ الله الربا ما يبنانت من نحوذ قبع وحا لك لقضان ايو ومنفعي السافس صدرت الله قاليين كرا من نحوذ قبع ما يلعب ويوحا لك لقضان ايو لعب ما بقى ربضي كرا الدين انتي كبدن لعنين انت وحان ربعينان اذن راهدود الى السوق قعدان سائل كافر ربنا سيدنه هل كان بيس كان هذا إلى سوق قادات هل كان كذب هذا خلاف كلا يصحيه لا والله هذا هو ما تقول ترى جريسان
halka qof ee culimadiihi baa mowqifkiisu isbadbedeli karaa. maanta waad aqrin, waad aqrin, doodaad aqrin, dhalinyarada lacag inay tahay bay kuula badana waa xaaraan badii. dhowr bilood kadib baa dood iyo qoraallo cusub baad aqriyay. markaasaa leeda dhalinyarada waxaan waa sefisiya manfaco la kala gadanay qoladii hore ku waraa ka saxsan. maalinka aanu halkaa maraya baa ninku weydiiyey way bannaan tahay baa dhihi. labadii baa isu iman. kii shalay ma bannaan aad ku tiri iyo kii way bannaan tahay aad ku tiri adiga isbadbedelkii kugu dhacay baa ku baa isugu ka iman, baa isu iman. wadaadkaani waa xaaraan buu yidhi, anaga waa xalaal bay u yidhi. jiq qorta isleg iyagoo isku rafaadayaan. mar wadaadka jidda uu warkiisa iska hor imanaya muxuu ahaan waxaa lama waxay maanta booqdan waxaan hadda socdee hebel sharciga maanta dhici marka. marka masaa'ilka sidan oo kale ah ee ijtihaadiga ah caamadu midda kale way ku wareertaa. labadii wadaadee waxbay fiican yihiin yaqaanaan islahaayeen, ninna markuu halkaa ku dhufto midna halkaa ku dhufto dul culimo qastaanahay bay yidhahdaan way ku wareeraan. maalin walba wadaad bay marka la ag taagnaadaan weydiiyaan inay soo noqnoqotay keeni. saas darteed labaan rabaa inaan idhaho waxaan intaa ugu soo goolxaanayay dambe anu hadda wax ila saxsan baan idiin sheegay. macnaheedu ma aha shalay inaysan ila saxsanayn way dhici kartaa, beriinaan ka noqdana way dhici kartaa. sababta waa masale khilaafiya iska ijtihaad ah aad loogu kala aragti duwaya. haddii la yidhaahdo waxaan la kala gadanaya culimada hadda joogta waxay u badan yihiin inay manfaco iyo seefisteena lacagahay, saasay u badan yihiin. saa darteed fatwadooda waxay u badan tahay inaynaan dhib lahayn, saasay fatwadooda u badan tahay. marka siday culimadu u badan tahay uun iska qaata, laakiin haddana maadaama culimo diidan yihiin shubha ku jirtee qofku intuu ka fogaan karo ee ka warwareegi karo ha isaga warwareego. maal la isku haysta ribaad gasho dembi weyna iyo maadan gelin, meeshan waa cabsi iyo cabsi maaha, cabsi ku daa. haddii la eego qofka diintiisa maxaa u roon madciga iyo diidada iska daa la yidhaahdaa u roon inuu meesha haydaba waajaan shubhada galo. faman ittaqa shubuhaat faqad istabraa lidiinihi wa cirdihi waa diintaada cirdigaada waa ku badbaada. laakiin shubahaadkaada ku dhacdo oo beri qowlka raajixa inay xaaraan iyo ribahayd kugu noqdo mixnada iyo imtixaan. talabaadna minuna nuxurku wadaadada warkoodu waa kala duwan yahay aadaha ugu wareerina bilahi tawfiiq. شكرا يا ربي.